صحابي. اتفضل يا باشا اركب. اركب يا صاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رايحين الطوابق؟ ان شاء الله حبيب قلبي. ماشي على الطوابق ان شاء الله. تعبان يا اخويا معلش، مؤاخذه في الدنيا معايا بس مؤاخذه معلش. امبل بقى حاجه؟ لا يا صاحبي مؤاخذه معلش. انا بقول لك يا صاحبي انا اسف يعني معلش مؤاخذه يعني. عشان كنت شارب ممكن حاجة. لا خالص والله يا صاحبي انا ممكن انزل على جنب بس كده ايه؟ عامل حمام هنا بس على جنب. عامل حمام هنا. عايزين نروح يعني. عايزين نروح متأخرين على حمام بس على جنب هنا عندي يا صاحبي على جنب هنا عامل حمام هنا مؤاخذه. بسرعه بقى لو سمحت والله على جنب عشان بس محصور عايز اشخ ميه. لا مؤاخذه يا باشا لا مؤاخذه معلش يا باشا لا مؤاخذه فين ازازه الميه؟ لا مؤاخذه يا صاحبي خمس دقايق ايه يا عم؟ دقيقه يا صاحبي لا مؤاخذه ام الوقت ده يا عم الساعه كام؟ تعبان في دماغه شكله كده شكله شارب ستروكس اهو جاوب مؤاخذه يا باشا اتاخرت شويه مين ده؟ لا الله طريق صعب انت ايه ده عملت عمامه جديته ولا ايه؟ جديته ازاي يا صاحبي؟ يا الماء كانت نفخك؟ مية ايه يا حبيبي اللي كانت نفخاني؟ ايه حبيبي؟ سيبك منه بقى عشان هو بيحرق استنى يا عم سيبه بقى سيبه روق على حالك شويه روق على حالك ايه سامعني ولا سمعك؟ اما بقول لك بس خلاص يا اسطى بعد اذنك شفت غير طب انا شايف طريق طب شفت طريق بس كلم حبيبي ببقك ايه؟ لا ما تتكلمش بايدك ده منين يا شبح؟ منين؟ انا من الحته اللي ما تعرفش تروح فيها لا اروح اي حته يا صاحبي طب ايدك يا حبيبي في جنبك ايدك انت حبيبي ايدك في جنبك انت يا عم انت بتضربه ولا ايدك في جنبك هتعرف دلوقتي يا عم مش هتعرف حالا هتعرف مش هو ايه بس في ايه؟ دلوقتي حالا هتعرف يا صاحبي تعرفني على سماه طب اركن على جنب طيب مش هركن بقول لك اركن على جنب يا ده انت هو يا اركن على جنب بس يا بقول ايه يا عم في ايه هفرجك ايه يا عم اقف العربيه يا عم انت تقف عم اقول لك اقف يا في ايه طيب يا ابني ولا ايه ولا ايه يا عم طب اقف يا اقف العربيه يا عم اقف يا عم ده انا هتموتني انا اقف العربيه دي اقف بقول لك يا عم امال مش حد يا عم ام العربية ما تموتش ليش انا عارف كل يا ولد هو ده ده انا هعرف منين يا انا هتعرف دلوقتي بقولك من ايه ولا يا انت ولا ايه اهوت يا عم يا جدعان احنا مخطوبين يا جدعان احنا مخطوبين يا جدعان تاكسي من علي الرماح تاكسي من علي الرماح يا عم انت التاكسي من علي الرمال طب افتح الباب طول ولا يا عم طارين التاكسي من علي الرمال يا جدع بص يا ولاد ولا مذيع ولا مذيع اركب يا باشا السلام عليكم السلام عليكم باشا ازيك يا باشا عامل ايه اخبارك ايه؟ رايح فين؟ هايبر؟ هايبر ان شاء الله ماشي يا باشا باشا انت خطفتني كده لا مؤاخذه على غفله بس انا عايز محصور عايز افك ميه بس ممكن افك ميه على جنب هنا بس في السريع عشان انا والله مستعجل ربع ساعه بس هفك ميه فيه ربع ساعه ايه؟ افك ميه هنا بس لا مؤاخذه معلش يا اخويا لا مؤاخذه يا باشا معلش محصور يا باشا والله محصور اديني بس اخويا الميه ده عشان خاطر افك ميه معلش لا مؤاخذه صعب انا ضيع لا مؤاخذه معلش اخويا بسرعه بس مؤاخذة يا باشا كنت هتأخر لا ولا ايه يا باشا ايه يا باشا؟ انت في ايه يا اسطى؟ انت اللي كنت معايا يا اسطى ايه يا عم في مالك انت شارب حاجة يا اسطى ولا ايه؟ انا شارب بس ما تودينيش في غيبوبة كده ما غيبوبة ايه لا يا عم يعني مش هتوقع عن اللي كان معايا دلوقتي؟ لا يا عم اهدى بس اتك على الصف شكلك انت اللي شارب حاجة يا باشا انا مش شارب يا باشا نعرف كل حاجة في مالك انت مش سامعني انت فكيت مية؟ فكيت مية فكيت فلوس فكيت ايه؟ فكيت فلوس يا
عم ربنا يديك ويدينا. ربنا يبارك لك يا باشا. انا شاكك فيك انت اللي كنت معايا ولا ايه؟ انت معايا فين يا باشا؟ والله شاكك فيك. ما تقدر بقى تتكى على الصبر بقى. ما تتكى على الصبر بقى. اتكلم عادل يا اسطى. انا بتكلم عادل. انت شغلني انت وهو. انا وهو؟ شغلوني. انا ومين يا ابني انت؟ عربيه مسروقه. سايبين التاكسي. حوروا لنا. مش بقول لك مش انت اللي كنت معاه العرب ما مش انت اللي انا موقفه صح؟ فين انت مين انت؟ بلا انت مين بلا بتاع ركز في نفسك بقى تعرف تعبان يا ابني انت ولا في ايه؟ تعبان هفرجك التعب انا ماشي اقف يا اسطى نزلني يا اسطى مش عايز اركب معاك اقف يا اسطى يا جدع ما تمدش بقول لك مش عايز اركب معاك انا ايه عشان هفرجك على وشك تفرج مين يا عم بص نفسك والله هفرجك على وشك طب انا عليك تايه ولا هشارب حاجه ولا في ايه مالك؟ ايوه تعرف دلوقتي يا اسطى بالراحة على نفسك يا اسطى انا في يا اسطى انت كده العملية مش مظبوطة معايا واتك على الصبر انت يا متى مش تشغلني يا متى في حاجة انت صاحبك اللي كان معاك مش انت اللي كنت معايا والله اكسرهالك تكسر ايه؟ اكسرك العربية فين سرقنا يا صاحبي مين يا انا حرام من ديني فيش انت معايا لحد الجاي هنا عشان انت بتلففني انت معايا انت مش رايح طريق هايبر انا بقول لك انا كنت رايح هايبر انت رايح انت مش طريقنا يا اسطى جاي معايا لحد الجبل يا باشا انت تنرفدنا ليه يا اسطى خلينا نطلع احنا كنا رايحين شغلانه انت فيها انت قد ايه ليه على الصبح عشان ما تعملوش نمر تاني انت والقرموطي قرموطك مين وقرموطي مين انت فين انت اتجننت ولا ايه ما تخلينيش اتعامل معاك معامله ثانيه انا بتكلم دلوقتي ببقي والله هتتعامل معامله ثانيه خالص في جنبك عشان يا عم ايدي مين انا انت ما بتعرفنيش ولا ايه انت وحشك الله ينعل ده ابو يوم ينعل ده ابو يوم وينعل ابو ده يوم كمان ايوه يا عم ايه مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبني ما تخلينيش اقول لك كلمه وسخه ملهاش اي لازمه ولا تعرف استغفر الله العظيم يا رب انت بينك وبيني حاجه يا ابني انت انا هعرف يا عم انت ايه يا عم على الحرام من ديني انت في ايه يا اسطى؟ ايوه انا عايزك تقف الوقفه ايه يا عم الحاج انت مالك؟ هو جه بقى اهو يا عم انت ماسك في نفسك اهو نزل اهو سارقين التاكسي سارقين التاكسي انتوا سارقين التاكسي انت وهو سارقين التاكسي بزل فيها ولا لا؟ لا اتفضل فيها طبعا اهو راح فين اموره؟ اخر الشارع اخر الشارع طيب يلا يلا ماشي انت لا مؤاخذه اختي معلش الدنيا عربيه بس لسه جديده اختي لا مؤاخذه معلش لا مؤاخذه اختي معلش الدنيا بس متوتره معايا ف لا مؤاخذه يعني ف متوتر اختي لا مؤاخذه معلش نازله فين قلت لي؟ اخر الشارع اخر الشارع طيب ماشي ايه ده بقى؟ ايه ده بقى اختي ده بقى؟ في حاجه؟ لا مش حاجه متضايق بس لما مؤاخذه اختي معلش اصل ايه متوتر اول مره اسوق المؤاخذه اول مره اسوق معلش طب بعد اذنك اختي بس انا يعني مؤاخذه يعني معلش عايز اروح انا محصور اختي وعايز اعمل حمام لمؤاخذه طب وصلنا بس بعد اذنك وبقى انزل طب ماشي مؤاخذه اختي بصي انزل على جنب بس اعمل حمام هنا لمؤاخذه اختي معلش بنستعجلين مؤاخذه معلش هنزل اعمل حمام هنا مستعجلين معلش اختي اصبري بس محصور اختي مش قادر مجنون محصور اختي اصبري محصور اختي لا مؤاخذه معلش محصور انت ايش فيك؟ مؤاخذه اختي معلش احنا كنا مع واحد مجنون هو ايه ده واحد راح فين؟ ده واحد غيره دلوقتي مين؟ هديك هتعرف حالا ان انا مين بقى. طب على فكرة انت ماشي بسرعة ليه؟ احنا بقوله نازلين اخر الشارع. ومين ده؟ انت ماشي بسرعة ليه؟ ماشي قلت لمين نازلين اخر الشارع؟ نازل انت مش انت اللي كنت راكب معانا اساسا؟ لا انا اللي كنت راكب في الشارع لا مش انت لا انا اللي كنت راكب لا مش انت لا انا اللي كنت راكب مش انت مش انا ازاي يعني؟ والله العظيم ما انت هتستعبط ولا ايه؟ والله العظيم مين اللي بيستعبط؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ نزلنا على جنب نزلنا على جنب بعد اذنك فين؟ نزلنا على جنب بعد اذنك حاضر ان شاء الله لما نوصل بس المشوار بتاعنا بننزله مشوار ايه انت مطول؟ بس ثبت انت بقعدوا ساكتين ايه؟ لا على فكره ممكن اخرب عليك الدنيا واصوت والم عليك الناس اقسم بالله صوتي كده؟ صوتي عشان افرجك على الكرشك في ايه؟ في فلافل بس الدكان ايه؟ بقول لك نزلنا طيب على جنب كده بعد اذنك وربنا صوت اللي معاك صوت انا هعرفك انا مين
ده فاكرنا خايفين منه، احنا ما بنخافش يا حبيبي. انت عبيط في دماغك ولا ايه؟ انا عبيط في رجلي من تحت، عبيط في رجلي. ده على دماغك وعلى نفسك. اقول لك ايه، عارفه لو تحس كتير. بس يا بابا انت مجنون ولا ايه؟ انا هعرفك دلوقتي مين. لو سمحت احنا في اخر الشارع، نزلنا بعد اذنك. اخر الشارع؟ طب نزلنا في اخر الشارع عشان ما نلمش عليك الناس. انا طالع بيكوا على الصحراء. طب نزلنا في اخر الشارع عشان ما نلمش عليك الناس. لم الناس. هو الناس مش عايز يتفتح ليه؟ لازم مش عايز يتفتح ليه؟ عشان انا قافله. مش عايز يتفتح ليه يعني؟ قافله؟ اه مفيش نزول. انت بتعزل، انت مجنونه؟ انت بنت عمالي فيها سبع رجاله في بعض ولا ايه؟ اخرسي خالص، اخرسي احسن اعمل لك البنك. بس يا حبيبي ده جنبك يا بابا، ده ما توحشك. انت مجنون ولا ايه؟ توحشني ازاي؟ بس يا بابا اعمل لك المرجيح، عارفه المرجيحه؟ انت لا لا عظيم، انا كده خفت منك ولا انت مجنون؟ ده انا هخوفك ببنك. طب ايدك جنبك، ايدك جنبك. بس احسن اقسم بالله، بقول لك ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ مش هحل كبت، طلع الدهب اللي في ايدي كبت. ده ايه ده؟ قال لك انا يا ابني اركب يا عم، اركب يا عم، اركب يا عم، اركب يا عم، احنا مخطوبين، احنا مخطوبين، احنا مخطوبين. كاميرا دي هتذيع الحلقة دي اكيد.